شرق جاهز؟ طب يلا بينا. بيبدأ فيلمنا مع فينج وهو بيجري الصبح كالعادة، وبيشوف فيوليت وهي واقفة على الجسر وبيبص حواليه ما بيلاقيش حد، ولما بيسألها هي بتعمل ايه بتتخض وبتطلب منه يمشي، ولكنه بيطلع يقف جنبها وبيقنعها انها تنزل. وبنروح تاني يوم لفيوليت وهي في المدرسة وبتتكلم مع واحدة صاحبتها، وبتلاقي ان فينش معاهم في المدرسة برضو ولكنهم ما بيتكلموش مع بعض. وبيروح فينش للأخصائي الاجتماعي اللي بيقوله ان هو لازم يحضر الاجتماعات وانها مهمة ليه ولحالته، وان هو يلتزم بمدرسته ويبطل غياب. وبنروح لوقت الغدا وبتكون فيوليت قاعدة مع صاحبتها، وبيجي واحد صاحبهم بيحب فيوليت وبيعزمها على حفلة، وبيكون فينش قاعد مع اصحابه وبيبص على فيوليت، وبتاخد صاحبته بالها وبيتكلموا عليها. وبنعرف ان اخت فيوليت ماتت في حادثة من فترة. وبيرجع فينش البيت لاخته كيت اللي بيتكلم معاها وبيبان ان هما قريبين لبعض. وبنروح لفيوليت واللي بتكون قاعدة مع اهلها، وبيقول لها ابوها ان هو عارف ان النهاردة كان صعب بالنسبة لها لانه ذكرى عيد ميلاد اختها، ولكنها بتسيبهم وبتطلع اوضتها. وبنروح لفينش واللي بيكون كاتب ملاحظات ومعلقها في كل حتة في الأوضة، وبيروح يبحث عن صفحة فيوليت وبيشوف صورها مع أختها، وبيعرف إن أختها ماتت في حادثة عربية. وبنروح تاني يوم وبيكون فينش في الفصل، وبتدخل فيوليت الفصل ولكن كتابها بيقع منها، وبيضحك الفصل كله عليها. وبيقوم فينش يوقع الديسك بتاعه علشان الكل يبطل ضحك، وكل الطلبة بتبص عليه. وبتروح فيوليت تقعد وبتبص لفينش وبتضحك له. وبيكون فيه مشروع لازم يتعمل، وبيسأل فينش إذا كانوا هما اللي بيختاروا شريكهم في المشروع. وبيروح فينش يتكلم مع فيوليت ولكنها مش بتديه فرصة. وبتتكلم فيوليت مع أمها اللي بتقولها إنها لازم تنسى وترجع لحياتها الطبيعية تاني وتخرج تاني، وبتقرر تروح الحفلة اللي صاحبها عرضها عليها، ولكنها بتمشي بسرعة لأنها ما بتحبش الحفلات. وبتلاقي نوتيفيكيشن على موبايلها إن فينش عمل لها فيديو، ولما بتدخل تشوفه بتلاقيه بيقول لها تتصل بيه على رقمه وبيغني لها اغنية. وبتتصل بيه تطلب منه يمسح الفيديو، ولكنه بيقول لها ان هو هيمسحه ويجي يتمشى معاها، وفعلا بيروح لها وبيتمشوا. وبيطلب منها تكون شريكته في المشروع، ولكنها بتقوله انها مش هتعمله اصلا، وبيودعوا بعض وبيمشوا. وبيطلب فيوليت من المدرس انها ما تعملش المشروع ولكنه بيرفض، وبتروح تقول لفينش انها موافقة. وبيكون المشروع عبارة عن انهم يكتبوا عن اماكن اثرية بعد ما يزوروها. وبتتشرط فيوليت عليه انهم هيروحوا من غير عربية، وهو بيوافق. وتاني يوم بيروحوا بالعجل للمكان الاثري، ولكنه بيطلع مش قد كده، وبتحبط فيوليت. ولكن فينش بيقول لها تبص على الجانب المضيء، وبيقفوا على الصخرة. وبتقول لفينش ان اختها كانت هتتم 19 سنة يوم ما لقاها، وبيقول لها فينش ان هو بيحب الجري الصبح بدري علشان كده شافها، وبيروح كل واحد بيته. وبيكونوا بيتكلموا على النت، ولكن بيجي فينش الفيوليت تحت البيت وبيطلب منها انها تيجي معاه. وبيروحوا هما الاتنين لمكان يكتبوا فيها على الجدران، بتكتب فيوليت انها عايزة تكون شجاعة قبل ما تموت. وبتحكي فيوليت عن اختها وبتقول انها لما تموت هتكتب في الخطاب بتاعها انها كانت هنا. وبيقول لها فينش ان دي جملة جميلة وانه لو كان قبلها هيكتبها. وبيروحوا. وبتصحى فيوليت تاني يوم وبتعمل الاكل مع ابوها، وبتستغرب امها ان بنتها مزاجها اتحسن وانها ما عملتش كده من ساعة الحادثة بتاعت اختها. وبتروح للمدرسة بتوقفها صاحبتها وبتعتذر ليها انها هتعمل المشروع مع حبيب فيوليت، ولكن فيوليت بتقول لها انها مش زعلانة لانها ما بتحبهوش اصلا. وبتقول لها صاحبتها انها واخدة بالها من اللي بيحصل بينها هي وفينش، وانها تاخد بالها منه لانه خطر وبيعمل مشاكل كتير جدا، وان هو تقريبا مجنون. وبتسيبها فيوليت وبتلاقي حجر وسط الحاجات بتاعتها، وبيكون فينش هو اللي حاططها. ولما بيجي يكلمها بتقوله ان اللي بينهم المشروع بتاعهم بس، ولكن بيجي صاحبها وبيطلب من فينش ان هو يسيب فيوليت في حالها، ولكن فينش بيمشي وبيروح للاخصائي بتاعه وبيتكلم معاه، وان الناس بتناديه باسماء هو ما بيحبهاش. ولكن الاخصائي بيقوله على مكان للجلسات الاجتماعية، وبيقوله ان هو هيقدر يتكلم ويقول اللي هو عايزه هناك. وبنروح لتاني يوم، ولما بيصحى ابو فيوليت بيلاقي ان فيه حد نايم في الجنينة بتاعتهم، وبيكون فينش. وبتطلع فيوليت تصحيه وبتسأله هو هنا ليه، وهو بيقول لها ان هو لقى مكان اثري هيقدروا يخلصوا به المشروع بتاعهم، ولكنه بعيد ولازم يروحوه بالعربية، ولكن هي بترفض. ولكنه بيقنعها وبيوعدها ان هو مش هيسوق بسرعة،
ولكن أمها وأبوها بيطلعوا وبيستأذن منهم فينج إن فايولت تروح معاه وهم بيوافقوا وبيقولوا إن القرار قرارها هي. وبتروح فايولت معاه وبتبقى قلقانة جدا وبتحكي عن الحادثة بتاعتها هي وأختها وبتقول إنها ما كانتش سايقة بسرعة ولكن فقدت السيطرة مرة واحدة واتخبطوا بالجسر. وبتقول إنها مش فاكرة حاجة تاني غير إنها صحيت في المستشفى وقالوا لها إن أختها ماتت. وبيمسك فينش إيديها وبيطمنها وبعد كده بينزلوا في مكان بيكون فيه لعبة واحدة هو اللي صنعها بإيده وبيركبها فينش وبيجي دور فايوليت وبتركبها وبتكون مستمتعة جدا وده بيبان من وشها. وبعد كده بيركبوا العربية وبيروحوا لمكان تاني وبيشغل فينش أغاني في العربية وبيكونوا مستمتعين جدا وبيديها فينش خريطة ومتحدد فيها مكان وبيقول لها ان هو هياخدها للمكان ده في يوم من الايام وبيديها مذكرة علشان تكتب فيها اللي هي عايزاه لانها بتحب الكتابة جدا ولكن بتكون سابتها بعد وفاة اختها وبيقول لها فينش ان هو معجب بيها وانا كمان. وبتقوى العلاقة اللي بينهم وبيروحوا لاماكن كتيرة جدا وبيقضوا مع بعض وقت كبير وبتتعرف فايوليت على اصحاب فينش واللي بيكونوا لطفاء جدا معاها ولكن بيغيب فينش من المدرسة ايام وايام وبتبعت له فايوليت ولكنه ما بيردش عليها وبتسأل صاحبه عنه ولكنهم بيقولولها ان هو دايما بيختفي ايام وبعد كده بيظهر تاني ولكنها بتقولهم انها بتتضايق من ده. وتاني يوم بتلاقي ان فينش قاعد مع ابوها ولما بياخدها بره علشان يتكلموا بتزعقله ان هو اختفى عنها وما بتبقاش عايزه تتكلم معاه ولكنه بيوريها العربيه اللي مليانه ورد علشانها وان هو كان غايب علشان يعمل لها كل ده. وبعد كده بياخدها للبحيره وبيقول لها ان فيه ولدين غرقوا هنا ومحدش لقى جثتهم وان هم ما يعرفوش عمق البحيره دي قد ايه وبيقرر فينش ان هو ينزل يعوم فيها. وبترفض فايوليت في الاول ولكنها بتوافق بعد كده طالما فيها مليطه وبينزلوا الميه وبيقضوا وقت ممتع جدا. وبعد كده بيطلعوا وبتساله فايوليت عن الحاجه اللي هو خايف منها وبيرد فينش يقول لها ان هو خايف اخته تسيبه وانها زي امه التانيه وان هو انتقل البلد هنا من فتره فما يعرفش حد وان هم قريبين من بعض جدا. ولما بتساله عن العلامه اللي في بطنه بيتهرب منها وبينزل الميه ولكنه بيفضل تحت كتير وبتخاف عليه فايوليت وبتفضل تنادى عليه ولكنه ما بيردش وبتخاف لا يكون غرق زي الاتنين وبتنزل الميه تدور عليه ولكنه بيظهر مره واحده وهي بتعاتبه وبتقوله انها كانت خايفه عليه وبتطلع علشان تمشي ولكنه بيتاسف ليها وان هو ما كانش قاصد. وهي بتساله هو بيختفي ليه فجاه وانها ما تعرفش حاجه عن حياته وهو بيقول لها ان ابوه كان عنده اكتئاب حاد وكان بيضربه هو واخته وهم صغيرين وان هو عنده اضطراب بسبب كده وان هو ما بيقدرش يتحكم في تركيزه وعقله وان العلامه اللي في بطنه بسبب ابوه. وبياخدها لمكان تاني واللي بيكون فيه قطرات كتير وبيغنوا هناك وبيجي عليهم الليل وبينسوا نفسهم خالص وبيصحوا الصبح وبيركبوا العربيه وبيرجعوا بسرعه لبيت فايوليت وبيزعق لها ابوها وامها على انها باتت بره وان هما ما كانوش عارفين يوصلوا ليها خالص وبيحاول فينش يبرر اللي حصل ولكن ابو فايوليت بيطلب منه ان هو يمشي. وبيرجع فينش بيته وبيفضل يشيل الملاحظات اللي كان كاتبها على الجدار وبيصاب بحاله اكتئاب وبيشيل الهدوم من الدولاب وبيقعد فيه وبيفضل يكتب ملاحظات كتيره على الورق. وبعدها بتكون فايوليت في المدرسه وبيكون صاحبها بيتكلم معاها ولكنها بتقوله انها مش بتطيقه وبيجي فينش علشان ياخدها ولكن صاحبها بيقوله انها تعاقبت بسبب انها خرجت معاه وان هو مجنون وبتطلب منه فايوليت ان هو يسكت لكن فينش بيرجع يضربه. وبيتدخل صاحب فينش علشان يفصلهم عن بعض ولكن فينش بيضربه وبتزعق فايوليت وبتطلب من فينش ان هو يبطل وفعلا بيبطل ضرب وبياخد عربيته وبيروح وبيفضل يضرب في العربية بسبب اللي هو عمله وان هو ما كانش في وعيه ولكنه بياخد العربية وبيطلع تاني من البيت وبيقول صاحب فينش الفايوليت ان فينش بيصاب بحالة اكتئاب دايما وان هو بيعمل حاجات وبيرجع يندم عليها وان كل الناس بتسيبه حتى امه سابته. ولما بتسأله هو ليه ما سابهوش هو كمان بيقولها ان هو صاحبه وان هو بيحب فينش وان هو دايما بيعمل الحاجات دي وبيرجع يعتذر تاني وان هما لازم يفضلوا جنب الناس اللي بيحبوهم. وبتروح فايوليت لبيت فينش ولكنه ما بيكونش هناك وبتستقبلها اخته وبيكون فينش قاعد مع مجموعة بيتكلموا عن مشاكلهم مع الاكتئاب والوساوس القهرية وبيجي دور فينش واللي بيحكي عن اللي حصل في المدرسة وبيقول ان هو كان شايف نفسه هو بيتخانق ولكنه مش قادر يوقف ده وبيبقى مغيب عن الواقع. وبنروح لفايوليت واللي بتقول لها كيت
وهي تستنى فينش هنا لحد ما يرجع، وبتطلع فايوليت لأوضة فينش وبتلاقيها متكركبة وفي ملاحظات متعلقة في كل مكان، وبيروح فينش لأخته كيت في الشغل واللي بتقوله إن فايوليت مستنياه من فترة طويلة في البيت، ولكنه بيسألها عن أبوهم وإذا كان ليهم ذكريات حلوة معاه، وبيسألها هو ليه كان بيعمل معاه كده، وبتقوله لأنه كان مختل عقليا ومريض نفسي، وبتخاف كيت على أخوها وبتسأله إذا كان كويس ولا لأ، ولكنه بيتصنع إن هو كويس قدامها. وبيرجع فينش البيت وبيلاقي فايوليت مستنياه، ولما بتسأله عن الملاحظات دي بيقول لها إن هو بيحاول يركز وإن دي طريقة الدكتور قال له عليها علشان ما يفقدش تركيزه ويدخل في حالات اكتئاب ويخسر كل اللي حواليه، وبيبدأ يرمي كل حاجة حواليه وبتحاول فايوليت تهديه، ولكنه بيقول لها إنها مش هتفهمه وبيطلب منها تطلع بره وبيزعق لها كمان، وبيلاقيها سايباله الحجر اللي كان مدياهولها. وبتعدي فترة وبتروح فايوليت عند الجسر وبتبعت لفينش تكلمه، ولكنها بتقابل البريد الصوتي فبتسيب له رسالة وبتطلب منه يرجع وإنها محتاجة له جدا. وبتروح البيت وبتتكلم مع أبوها وبتحكي له هي اتعرفت على فينش إزاي، وإن هو أنقذها من على الجسر وقت ما كانت ناوية تنتحر، وبتقول له إن لما كان فينش معاها كانت أحسن بكتير وإن بسببه قدرت تتخطى موت أختها. وبيقول لها أبوها إنها لازم تلاقيه وإن هم راحوا أماكن كتير مع بعض وإنها تفكر في المكان اللي هو بيحب يروحه. وبتطلع تركب عربية أبوها بعد ما كسرت خوفها من العربيات خلاص، وراحت عند البحيرة اللي ودها فينش هناك، وبتلاقي فعلا عربيته هناك وهدومه على الأرض، وبتفضل تنادي عليه ولكنه ما بيردش، وبتفضل تعيط وبتتصل بالإسعاف، وبعدها بيعملوا جنازة لفينش وبتحضرها فايوليت وأصحاب فينش وأخته وقرايبه. وبتروح فايوليت وبتلوم نفسها إنها ما كانتش معاه، ولكن أمها بتخفف عنها. وبعد فترة بتشوف فايوليت الخريطة بتاعت فينش وبتقرر تروح المكان اللي هو معلم عليه، ولما بتروح بتلاقيه كنيسة، وبتكون كنيسة للناس اللي بتسافر على الطريق ده، وكمان للناس اللي فقدوا روحهم بسبب الحوادث واللي انتحروا. وبتشوف دفتر الضيوف وبتلاقي ان فينش كاتب الجملة بتاعتها واللي هي انا كنت هنا. وبتتكلم فايوليت في الفصل عن ان ازاي فينش غيرها للأحسن وخلاها تكسر خوفها من حاجات كتير جدا. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة. سلام.